اول حاجه نتكلم عليها هي البريشر سنسور. البريشر سنسور عاده بيتعمل من بيزو ريزيستيف سنسورز. بيسكلي لو بصينا على الدياجرام ده هنا كده، بيبقى لو احنا بنتكلم على يعني بنتكلم على ابسولوت بريشر سنسور، بيبقى في عندنا هنا البريشر بيجي عن طريق في عندنا حاجه زي سامبل لاين كده، والسامبل لاين ده فيه في الاخر حاجه زي بريشر كونتينر بيبقى ان كونتاكت مع بيزو ريزيستيف سنسور. البيزو ريزيستيف سنسور الحقيقه عنده كاركترستيك مهمه جدا، ان هي الريزيستنس بتاعته بتتغير بطريقه لينير مع البريشر. بمعنى لو انا قدرت ان انا اقيس الريزيستنس بتاعه السنسور دوت، اقدر على طول ان انا استيميت البريشر. فالحقيقه انا بتكلم على البيزو ريزيستيف عامه، ممكن يبقى او هو عباره عن سوليد ستيت ديفايس هوز الكتريكال ريزيستنس ديبيندز اون ذا سترين اوف ممبرين اور هانس البريشر. طبعا بنتكلم على ان احنا ممكن يبقى في عندنا السنسور ده زي ما هو في الحاله دي كده، ده بيقيس ابسولوت بريشر، وممكن يبقى في عندنا ارينجمنت ثانيه بالشكل ده كده بيبقى بيقيس فيها ديفرنشال بريشر. يعني نفس الحاجه اللي موجوده هنا دي ممكن تبقى موجوده عندي هنا في الممبرين اللي موجوده عندي في النص، بس هنا الديفلكشن بتاع الممبرين او التغير في الممبرين دوت بيعتمد على فرق البريشر بين تو كومبارتمنتس. فممكن يبقى في عندنا سنسور بالشكل ده كده، يبقى في عندنا سنجل انتري لاين، وممكن يبقى في عندنا واحد زي كده بيبقى في عندنا تو يعني تو او دي وان لاينز كده علشان نقدر ندخل تو بريشرز ونقيس الفرق بقى. طبعا الحاجه المهمه جدا في البريشر سنسورز ان هي يعني لازم تبقى عندها فيري فاست ريسبونس تايم، يعني معنى كده تديني تغيرات، لو في اي تغير في البريشر تديني التغير في البريشر ده يعني في غضون ملي سكند. وده الحقيقه موجود في يعني في سنسورز كتير، يعني في سنسورز كتير افيلبل ممكن نختارها يبقى فيها الخاصيه دي. طبعا ده بالنسبه للبيزو ريزيستيف سنسورز. ممكن نفس السنسورز دي تبقى اكشوالي معموله من ريزيستيف سترين جيج، يعني بيبقى في عندنا شكل معين كده لطباعه الريزيستيف لاينز، او يعني لو انا عندي مثلا كوندكتور ولا حاجه ممكن احطه على حاجه زي الاستيك ممبرين كده، وبعد كده لما بيحصل تغير في الدايمنشنز بتاعت الريزيستورز بطبيعه الحال بيحصل تغير في الريزيستنس، وبالتالي برضو بقدر اقيسها بنفس الطريقه. بس الحقيقه البيزو ريزيستيف سنسورز هي مستعمله اكتر في المجال بتاعنا. فعامه انا الاقي ان الكلام ده موجود، والحقيقه ما هياش فيري اكسبنسيف الحقيقه السنسورز زي كده. ده ابسولوت بريشر سنسور بيقيس لي البريشر كقيمه وقيمه ريلاتيفلي زيرو. بتكلم هنا على البريشر اللي انا بقيسه بيبقى عباره عن ريلاتيف بريشر بتوين تو ليمبس، يعني بريشر واحد ناقص بريشر اثنين او العكس.